هذه اللي في الصورة سميتها دنيا، أستاذة ديال اللغة الإنجليزية، والقضية ديالها دار ضجة إعلامية كبيرة في سطات وفي المغرب كامل سنة 2019. دنيا بنت الشعب اللي من بعد ما وصلت للأهداف ديالها وتوظفات واللي عندها صالير كتعاون به والديها غادي تموت بأبشع الطرق، والأسباب تافهة. المعنى الحقيقي ديال القتل من أجل القتل. ما نطولش عليكم ونبدأ تفاصيل قضية الأستاذة دنيا. الأحداث ديال القضية غادي يسافروا بنا لمدينة سطات وبالضبط لحي مبروكة مع عائلة مغربية متكونة من 5 ديال الأفراد، الأب والأم وجوج بنات وولد واحد. الأب كان واحد الراجل اللي بسيط، خدام خديمة على قد الحال وكيتقاتل مع الزمان باش يوصل وليداته ويكون عندهم مستقبل زاهر. والأم ربات بيت كتقابل الدار وكتربي الوليدات. المهم بجوجهم معاونين مع بعضياتهم وكيربي وليداتهم أحسن تربية، وهذا الشيء بالشهادة ديال الجيران وديال الأقارب ديالهم. المهم البنت الكبيرة واللي هي المحور الأساسي في القضية سميتها دنيا، ومن مواليد سنة 1992. كانت واحد البنت اللي مأدبة ومخلقة والجيران كاملين كيذكروها غير بالخير. زيد على هاد الشيء كانت إنسانة مقبولة بين الناس واجتماعية. من ورا دنيا كيتزاد عندهم ولد، ومن بعد هاد الولد كتزاد عندهم البنت الأخيرة، وهكا كيكون عندهم ثلاثة ديال الوليدات. هاد العائلة كانوا عايشين بخير وعلى خير، والأمور ديالهم كانت في أحسن ما يرام حتى لسنة 2011. هاد السنة اللي غادي يبدأوا فيها المشاكل وغادي يوقعوا فيها أحداث اللي من بعد غادي يكون عندهم دور كبير في الخراب ديال هاد العائلة، وهاد الشي كامل بسبب واحد الجار اللي غادي نعطيوه اسم مستعار وغادي نسميوه حمزة. حمزة كان شاب في العشرينات، دارهم كانت مقابلة مع الدار ديال عائلة الدنيا، وكان معروف بالشغب ديالو في الحي، وحتى من والديه ما كانش كيقيلهم، يعني السيد خايب مع كل شيء. والمصيبة الكبيرة هو أنه ولا مدمن مخدرات، وبكثرة ما كان كيستعملهم حتى ولا ماشي هو هذاك في التصرفات ديالو، كيأدي والديه وخوتو وحتى الجيران. ولكن مع ذلك السيد كان كيخدم على راسه، بعض المرات كتلقاه كيبيع ويشري في بعض المنتجات، وفي غالب الأحيان كيخدم مع خوته في المحلات ديال الجزارة اللي عندهم، يعني كان كيتقن حرفة تجزارت. المهم حمزة مع الوقت بدا كيجبد صداع مع دار دنيا اللي كانوا مقابلين مع دارهم. فهذيك الوقيتة الأخ ديال دنيا كان باقي صغير، فكان ملي كيتلقاه جاي من المدرسة ولا خارج كيلعب حدا الدار كان كيسبو أو لقع كيضربو وبدون أي سبب. الولد ما كيقدرش عليه لأنه كان كبر منه، داكشي علاش كان كيكتفي بأنه يتشكاه عند والديه. والديه اللي كانوا كيجاوبوه بالله صوب لينا وليكم أوليدي، هادشي اللي قدر الله في الراس. استمر الوضع المدة على هاد الحال، حمزة كان كينساهم الفترة وكيميك عليهم، وعاوتاني ملي كتجيها الحالة كيبدا يأديهم بشتى الطرق. كان كيجيب الميكات ديال الزبل حاشاكم وكيرميهم قدام الباب ديال دارهم، لدرجة أنه بكثرة ما كان كيأديهم كانوا إذا لقاو شي حاجة قدام باب دارهم كيعرفوه هو مول الفعلة. وفي واحد النهار جبد جنوية وهجم على الأب والأم ديال دنيا اللي كانوا غاديين في الحي ديالهم ما عليهم ما بيهم، والحسن الحظ أن شي جيران شافوه وجاو وفكوهم منه. هنا حسوا بأن هاد السيد هذا ولا خطر عليهم. في البداية مشاو عند والديه وعاوتاني تبراو منه، والديه اللي كانوا كيفكوا راسهم بكلمة واحدة، السيد راه مريض وحتى حنا راه ما كيقلناش وكل مرة منوض لنا الصداع في الدار، الله يصوب لينا وليكم. ومباشرة هنا كيقروا أنهم يلتجؤوا للقضاء، بما أن والديه ما عندهم سلطة عليه نشوفوا المخزن. داروا شكاية به ودفعوها للبوليس، ولكن مع الأسف هاد الشكاية ما تخدتش بجدية، وحتى إذا كانوا خدوها بجدية ودخل للحبس شحال غادي يدوز كاع. يعني اللي بغيت نقصد هو أن الأحكام اللي كاين في جرائم فحال هادو ماشي شي أحكام اللي رادعة أو لشي غرامة مالية اللي تربيه وما يعاودش يضايقهم ويقول هادي والتوبة. المهم دازت الأيام، الوليدات كيكملوا قرايتهم، ولحد الآن هاد السيد ما بغاش يعطيهم اتساع نهائيا، لدرجة أن الأم ولات دائما غدا جاية من المدرسة، ها هي كتوصل دنيا ها هي مشات تجيبهم للمدرسة، وهاد الشي كامل باش تحميهم من هذاك الجار. دوزو مدوهم على هاد الوضع، فين ما يشوف شي واحد فيهم في الشارع كيبدا يسب فيهم بكلام فاحش
اولا كاع كيتجرأ عليهم وكيبغي يضربهم، والازبال حشاكم دائما كيلقاوهم قدام باب دارهم مليوحين. داروا به عند البوليس اكثر من 3 ديال الشكايات، واحده فيهم كتبتها دنيا بخط يديها ودفعوها عند البوليس على وعسى القانون ياخذ ليهم حقهم منه، لانهم كانوا ناس معروفين غاديين جنب الحيط. اصلا كون كانوا شي قطاعيه هو ما كانش غادي يتجرأ طول هاد السنوات يأديهم، بالخصوص وان الاب مؤخرا مرض وطاح وما بقاش قادر على المسؤوليه ديال الاسره. هنا ولدهم الوحيد حتى هو كيضطر انه ما يكملش قرايته وكيسافر للجديده بحثا عن لقمه العيش. وفي هاد الاثناء دنيا بدات كتقلب على شي وظيفه، لانها طول هاد المده هادي كانت كملت الدراسه ديالها، خدات الباك بمعدل مزيان، ومن بعدها مباشره تخصصت في الكليه في شعبه الادب الانجليزي باش من بعدها تاخذ الاجازه بمعدل مشرف. داكشي علاش غادا تختار هي واحد الولد اللي حتى هو كان متفوق باش يمشيو لامريكا يديروا دورات تكوينيه، وهادشي كامل على نفقه امريكا ولمده عام كامل. وبالفعل غادا تمشي وغتجيب معاها بزاف ديال الشواهد اللي غينفعوها في المسار المهني ديالها، ومن بعدها غادي ترجع للمغرب وربي غادي يسهل عليها وغادي تلقى خدمه كاستاذه ديال ماده الانجليزيه في مؤسسه خاصه وغتبدا الخدمه ديالها معاهم. والديها وعائلتها كلشي كان مفتخر بها، وبالنسبه ليهم كانت هي العمود الفقري ديالهم، طبعا بالمساعده ديال الاخ ديالها اللي كان في جديده على قبل الخدمه. المهم الدنيا كانت ظريفه مع كلشي، وكانت كتزيد الوليدات الصغار ديال جيرانهم سوايع اضافيه اللي عنده كان كيخلصها في شهر، وهكا كتزيد تعاون راسها والديها بهذوك الفلوس. واللي ما عندوش وعارفه الوضع المادي ديال عائلته ما كانتش كتبغي تخلص من عنده، يعني كتعطيه الدعم بدون مقابل، وهذا الشيء زاد حبب فيها الجيران ديالهم. الوضع المادي ديالهم كعائله من بعد ما خدمت الدنيا وبالمعاونه مع الاخ ديالها بدا كيتحسن، والامور ديالهم ولات مزيانه، طبعا ما عدا داك الجار اللي باقي منكدها عليهم وباقي مستمر في الاديه ديالهم، لدرجه ان والديه كراو الدار اللي كانت قبل دار دنيا ومشاو لدار واحده اخرى عندهم في حي الطويجين، حي اللي كان قريب من حي مبروكه اللي مستقرين فيه هما. كانوا باغيين زعما يبعدوا من قبلتهم باش على الله حمزه يوقرهم، ومع ذلك السيد كان كيخلي حومته وكيجي حتى لحي مبروكه وكيستمر في الاديه ديالهم. في الصيف ديال سنه 2019 دنيا كانت خارجه من دارهم هي والام ديالها، حتى كيتفاجئوا بحمزه كيجي عندهم وعاوتاني كيبدا يتصر عليهم، لدرجه انه قرب وضرب دنيا. هنا الام تعصبات بزاف وطلع ليها الدم، رجعت كتجري للدار وجابت عصا ديال الكراطه وضرباتو بها، وهنا تدخلوا بعض الجيران وفكوهم من بعضياتهم. حمزه حلف فيهم وما رضاش حدا الجيران اللي في نظرو كيضحكوا عليه وكيقلوا منه حيت ضرباتو مرا اللي في الاصل هو اللي مقلل حياها عليها. ما علينا، دازت الايام وفي البدايه ديال السنه الدراسيه 2019 وبالضبط نهار 10 في شهر 9، وكان هذا النهار هذا عاشوره، الوليدات اللي كيديروا الدعم عند الدنيا جابوا ليها الكتوبة ديالهم والأغلفة كيف العادة باش هي تغلفهم ليهم. دخلتهم لبيتها وحطاتهم وتوضات وصلات العشاء، ومن بعدها بدات كتصاوب ليهم الأغلفة. الأب كان مريض ونعس فوق واحد السداري، والأم في الكوزينة كتصاوب العشاء. كانت الأمور كلها طبيعية حتى كيسمعوا واحد ضربة قوية في الباب ديال دارهم. خرجت دنيا والأم ديالها كيجريوا باش يشوفوا شنو كاين، وملي كيفتحوا الباب كيلقاو عاوتاني حمزه رمى الزبل قدام باب دارهم، ومية في المية هو اللي ضرب بالحجر في الباب ديالهم. الدنيا بدات كتجمع في الزبل حاشاكم وطلبت من الام ديالها باش تدخل للدار تلبس الفولار ديالها حيت ما كانتش دايراه هي هاديك. مع دخلت الام باش تلبس الفولار حتى كتفاجأ دنيا بحمزه خرج ليها من الجنب فين ما كان مخبي، وهايز موس من الحجم المتوسط. هنا دنيا في عوض ما ترجع لدارهم وتدخل خافت لا يدخل للاب والام ديالها، داكشي علاش هربت منه في اتجاه الشارع. هو هنا ما استسلمش، بقى جاري موراها واستغل الحي اللي كان خاوي في هذيك الوقيته، ومع عطرت الدنيا وطاحت في الارض حتى كيوقف عليها بسرعه البرق وكيبدا يعطيها في الطعنات، طعنات اللي كانوا على مستوى القلب والرئتين والكبد، ومن بعدها خلاها غارقه في دمايتها وهرب في حالاته. دنيا اللي بحر الضربه اللي تلقات من عند هذا المجرم غوتات بجهدها كامل. هنا الجيران كيخرجوا يشوفوا شنو كاين، وحتى العائله ديالها كتخرج باش يتفاجئوا بها كاملين مرميه في الارض وكلها دمايات.
هاد الأثناء كانت باقي حية وبدات كتشهد قدامهم. والديها بلا ما نوصف لكم الحالة ديالهم، باش تشوف بنتك كل هاد مايات وكتشهد حداك، راه لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ياخذ الحق في اللي كان سباب. المهم اتصلوا بالبوليس، واللي من بعد ما جاوا في البلاصة اتصلوا بالإسعاف اللي جات ونقلتها للمركز الاستشفائي الحسن الثاني وبالضبط القسم المستعجلات، باش تما كتلفظ أنفاسها الأخيرة وكيديموا الأمانة أمانته. فهاد الأثناء العائلة ديال دنيا كتعلم الأخ ديالها بهاد الفاجعة، واللي في البلاصة كيجي من جديدة، والبوليس كيبداو الإجراءات الأولية المعتادة في جرائم القتل. المجرم من بعد ما كيهرب كيمشي لدارهم وكيبدل حوايجه لأنه كان كله دمايات، ومن بعدها كيرمي السلاح وكيخرج للحي ديالو كيتمشى عادي كأن شيئا لم يكن. فهاد الأثناء كان واحد الشرطي ساكن نيت في حي مبروكة ساق الخبر بهاد الجريمة وعرف شكون المنفذ ديالها. داكشي علاش جمع بعض الشباب من الحي ديالو وتوجه لحي طويجين، مشاو ديريكت عند حمزة وشدوه وسلموه للمحققين المعنيين بالقضية. حمزة اللي من بعد ما تشد في البلاصة اعترف بالمنسوب ليه كامل وقال انه ضرب بالحجرة باش يستدرج شي حد فيهم للشارع، وكانت نيته هي القتل من البداية. وعلاش هادشي هذا كامل؟ قال بان الام ديالهم ضرباته في الشارع قدام الجيران بالكراطة، ومن هذاك النهار وهو حاقد عليهم وباغي ينتقم منهم. يعني ما كانتش في بالو دنيا بالضبط، وانما اللي كان خرج من الدار في هذيك الوقيته كان عوالي صفيها له. من بعد الموت ديال دنيا خرجوا بزاف ديال الاشاعات في هذه القضيه، كاين اللي قال بانها كانت موعده بالزواج، ومن بعد ما وصلت ولات استاذه ما بقاتش باغاه ومرضاتش به، وكاين اللي قال بانه خطبها ما مره ما جوج وهي في كل مره كانت كترفض، داكشي علاش انتقم منها بهذه الطريقه. هاد الأقوال اللي غادي يتم التكذيب ديالهم من طرف الشرطة القضائية وكذلك من طرف العائلة المقربة والجيران اللي كانوا ملاصقين معهم وعارفين المشكلة من البداية حتى وقعت هاد الفاجعة. بالنسبة لحمزة كاين اللي قال بأنه بكثرة ما كان كيستعمل المخدرات العقل ديالو ما بقاش نورمال، وكان كيتعدى حتى على جيران آخرين في نفس هذاك الحي، وحتى عائلته المقربة ما كانش كيقيلهم. ولكن هذا ماشي سبب أو تبرير مقنع لهذا الشيء اللي وقع. سيدة دابا الله يرحمها ماتت، وحسب ما كتقول الأم ديال الضحية واش كاين شي حمق لابس مزيان وخدام على راسه، وحتى إذا افترضنا أنه كان حمق وماشي نورمال عائلته تده يتعالج، ما تخليهش في الشارع العام كيدور بيناتنا اليوم دنيا غدا شي حد آخر. على أي المغاربة بصفة عامة بقات فيهم دنيا بزاف، ودارت بزاف ديال الوقفات احتجاجية من طرف الساكنة كيطالبوا من خلالها بأخذ الحق ديال المغدورة دنيا، حتى كيتم في النهاية الحكم على المجرم حمزة بثلاثين سنة سجنا نافذا. حتى لهنا الأحداث اللي عندي في القضية سالوا، دعوا مع دنيا بالرحمة والمغفرة، والله يجعل مثواها الأخير الجنة، والله يصبر والديها ويعوضهم خير. العبرة من القضية ديال اليوم هو إذا عندك شي حد في عائلتك مريض أو مدمن مخدرات وبدك يتصرف شي تصرفات اللي غراب، بالأفضل ليك وللناس كاملين أنك تديه تعالجه، ما تخليهش عايش بيناتنا بحال شي قنبله موقوته في اي لحظه تقدر تنفجر فينا. سبق لي وشاركت معكم قضايا كان فيها المجرم ماشي نورمال بسبب المخدرات، ومع الاسف كانوا الضحايا ديالو هما اقرب الناس ليه، شي قتل والديه شي مصف فيها الخوته. لذلك الله يجازيكم بخير، نردوا بال هاد النقطه هادي، ولو كان الزمن يرجع بهاد العائله اللور كان من الافضل انهم يبدلوا المدينه، او على الاقل يسكنوا في شي حي اللي بعيد على هاد المجرم. ولكن في النهاية غادي نقولوا قدر الله وما شاء فعل، والله يعوضهم خير يا رب. حتى لهنا غادي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وإذا كان كيعجبكم في حال هذا المحتوى اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس، وإذا كنتوا كتشوفوني من الفيسبوك عملوا متابعة باش يوصلكم أي جديد حطيناه بإذن الله، وشكراً.